بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الرابع من المغرب، يقول السائل انه يمارس رياضة الجودو ويريد ان يشارك في بطولة وطنية، ولكن يلزمون اللاعبين بفعل تحية وهي الانحناء، هل يجوز له ذلك؟ واذا كان هذا الفعل لا يجوز، هل عليه حرج اذا فعل ذلك تمويها عليه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. ليتك يا بني تتفرغ لقراءة القرآن وتحصيل الفقه في دين الله وتترك مثل هذه الرياضة التي هي مشغلة، هذا أول ما أنصحك به. وثانيا لا تشارك في هذه الرياضة أو البطولة الوطنية ما دام فيها هذا الشعار، فالانحناء من خصائص الله عز وجل، والانحلال المخلوق أو العلم هذا من الشرك.